يلا يلا. علي أنا عشان خاطري عشان خاطري ما تقوليش أي حاجة من فضلك، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. أنت أمي وأنا ما أعرفش حد تاني غيرك. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني. طب حضرتك ليه دلوقتي بس سمعتي هتخليني أعيط أنا كمان؟ عشان خاطري خلينا ننسى من فضلك. واخترت إنك ما تورثش؟ أنت فاكر إن هو اختياري؟ إنه قراره بإيدي. كنتش عارف إن في اللحظة اللي فتحت فيها الملف باب الرجوع اتقفل، مش ممكن يتفتح تاني. ألو علي؟ طيب حاضر ثانية واحدة. علي ايه؟ تليفون. تليفون ايه؟ الو الو الو